ماشي، هذيك ما فيهاش ايجابيات تاع التعمار، هذه فيها غير سلبيات. اولتها تولي مربوطه بك، تولي انت يا انسانه مقيده، ما تقدريش ديري اي حاجه بلا بها. تعددت أسباب دخول هؤلاء الشباب في هذا العالم الأسود ليجدوا أنفسهم في دوامة واحدة، دوامة الإدمان على المخدرات. الخروج منها ليس بالأمر الهين. أنا كان صاحبي تعاطى، يا كنت نقعد معاه دايما، كانوا ينصحوني نقعد معاه، نقعد معاه دايما، جبني ليه، ندير ويش ندير هادو صوالح بلا عقل. طلعت من هذا لهذا، من قرو الدخان للزلام، الزلال حاجة واحدة أخرى وهي طالعة. بمركز العلاج هذا اقتربنا من آباء وأمهات شباب مدمنين لجأوا إليها رغبة في مساعدة أبنائهم على العلاج. يبدأ التسمم هذا وصل للطفل تاع بني السما، كيشغل تقريبا السما راه يدير لي التشتت في العائلة. جايب الطفل تاع بني هذا، جايبو البوشاوي على جنب على جال السونتر هذا للعلاج من الإدمان. كنا نوقفوا معاه بصح ما نعرفوش وين ندوه، حتى هذا الخطره وين بينوا لنا هذه الطريقه. هذه لا دوزيام سيونس، هذا من راح يبدا سبور، ودوكا منا قالوا لنا تيزان، يعني كي احنا حفزونا كي قالوا لنا بلا دواوات. المركز يعتمد على طرق علاجيه تميزت اساسا بعدم استخدام الادويه والاكتفاء ببعض الانشطه الفيزيولوجيه والسيكولوجيه. هي رسالة شبابين، فالمخدرات موت أو انتحار حتمي.